أهلا بكم. ماراثون جديد في مضمار السلام انطلق بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو لاستكمال عملية السلام. ومع استئناف جولة التفاوض بين الوفدين ارتفعت سقوفات الآمال لدى المواطنين بالوصول لاتفاق ينهي دوامة الحرب ليعزز من قدرات البلاد التنموية. جولة التفاوض التي بدأت بتقديم مسودة اتفاق إطاري من قبل الحركة الشعبية وصفتها الحكومة بالإيجابية، هل ستفضي لتوقيع اتفاق سلام سريع ينهي المعاناة، أم أن تعقيدات تفاصيل القضايا سيدفع البلاد لانتظار جولات تعقد وتفض انتظارا لحل سلام، بل لحلم سلام غير مكتمل. أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من دائرة الحدث، والتي نخصصها للحديث حول مضمار السلام الجديد الذي يقام هذه الأيام في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، والحديث أكثر عن المفاوضات الدائرة هناك وتفاصيلها المختلفة. أسعد أن يكون معي داخل الأستوديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله آدم خاطر. مرحبا بك ومساء الخير. مرحبا بك ومرحبا بمشاهديك الكرام. مرحبا بكم. كما أسعد أيضا أن يكون معي داخل الأستوديو المتحدث باسم حركة العدل والمساواة الأستاذ معتصم محمد صالح. مرحبا بك أستاذ معتصم. أهلا وسهلا وأهلا بالمشاهدين الكرام. نعم، بدءا رغم الترحيب من جميع الفاعلين السياسيين بين التفاوض مع الحركة الحلو ووفد الحكومة المفاوض، لكن معظم شركاء الحكم أبدى حرصه على التواجد في منبر التفاوض من خلال طاولة الحكومة. أهو حرص على إنجاح هذا التفاوض أم خوفا من انتقاص المكاسب؟ أبدأ معك أستاذ عبد الله آدم خاطر، ما هو تقييمكم؟ نعم، التسارع نحو جوبا الآن هي رغبة شعبية في واقع الأمر. السودانيون اليوم بمختلف توجهاتهم، تنوعهم، يعني أقاليمهم، نعم، المختلفة واتجاهاتهم السياسية والثقافية، يتطلعون إلى واقع جديد. وهذا الواقع يعني ركن الأساس فيه هو السلام، لأنه يعني تجاوز الحرب، تجاوز النزاع أصبح هي المسألة الأولى. وقد بدأ هذا الاتجاه، ولكن ليس بالسودانيين وحدهم، المجتمع الدولي حريص لأنه عنده ما يفعل في السودان ويتصالح به مع السودان. المجتمع الإقليمي كذلك يعني حريص غاية الحرص، ويعني وأما يعني أي الواقع السياسي في السودان كذلك لا يستطيع أن يفعل بعد 30 سنة من الحالة الشمولية والضغط والإهانة والإذلال، يعني لا يستطيع أن يصل إلا عن طريق السلام. فلذلك جوبا اليوم هي بقت يعني الحالة الإيجابية التي يتطلع إليها جميع الذين يعتقدون أن السلام هو مفتاح المستقبل بالنسبة للسودان. نعم، بالتأكيد الجميع هم كذلك. نعم، أوجه إليك ذات السؤال أستاذنا معتصم، كيف تقيم هذا التسارع من قبل كل الجهات وشركاء الحكم
حول حرصهم في التواجد ضمن هذه الطاولة، هل هو طمع في المكاسب أم خوف من التفاوض؟ أكيد كل القوى السياسية والشعب السوداني بشكل عام والحكومة بلا شك يعني تحرص كل الحرص على نجاح هذه الجولة، وكذلك لتفادي أي سلبيات رافقت العمليات السلمية السابقة. ولذلك تجد الحكومة بمختلف مكوناتها السياسية وكذلك القوى السياسية خارج هذا الإطار. ولذلك احنا نعتقد انه هذه الجولة مهمة وتحقق كذلك واحدة من اهم شعارات الثورة وهو السلام. الكثير يتحدث عن ان الاتفاق غير مكتمل دون قبل ان يلتحق القائد عبد العزيز الحلو والاستاذ عبد الواحد محمد احمد النور. ولذلك في هذه الجولة امل كبير جدا بالنسبة للشعب السوداني، نعم، وامل للحكومة حتى تتوي السودان كل صفحاتها المظلمة وينتقل الدولة إلى رحاب من الاستقرار والنماء والازدهار. نعم. طيب أستاذ عبد الله، يعني البعض يرى أن حركة الحلو من خلال مسودة الاتفاق الإطاري حاولت ممارسة وصاية على كل السودان، خاصة عندما نتحدث عن نظام رئاسي، كيف تقيم وجهة النظر هذه؟ طبعا هي الآن الأوضاع كلها في حالة تفاوضية في جوبا، وعندما يعني يكون التفاوض كل يأتي بأعلى سقوفاته، فالذي قدمه القائد الحلو ينظر إليه كواحدة من الأطروحات وسط السودانية. فإذا المعنى إذا اتفقنا جميعا بأن السودانيين يبحثون عن السلام، فحسب تقدير الحلو بأن المدخل للسلام هي الأطروحات التي يعني قدمها، ولكن هذه ليست فرض لازم، فهي متروكة للنقاش والحوار، نعم، والتسهيل الدولي والإقليمي لكي يعني يصلوا في جوبا إلى ما يحقق السلام، ولكن أيضا ما يحقق التوافق بين الأطراف. نعم. طيب مسودة الاتفاق الإطاري أستاذ معتصم التي تقدمت بها الحركة الشعبية، البعض يقول بأن الحلو يعني يحاول تأسيس الفترة الانتقالية وفق رؤيته، كيف تفسر هذه النظرية؟ نعتقد أن هذا أمر طبيعي أن أي طرف يتفاوت، أنه يكون هناك طرفان، نعم، كل طرف يطرح السقوفات العليا بالنسبة له، خاصة أن الطرفان اتفقا على أن تقدم الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد عبد العزيز الحلو رؤيتها التفاوضية، ومن ثم ترد لها الحكومة السودانية. أنا أعتقد أن يعني بشكل مختصر كل الاتفاق الإطاري دار حول أمرين مهمين، هما تقرير المصير وعلمانية الدولة، وكل الشروط التي تبدو تعجيزية في نظر الكثيرين هي يعني للوصول إلى هذه النقطة المهمة، إما هذه الخيارات، نعم، وإما علمانية إما تقرير المصير. العلمانية خيار مطروح كحل، وتقرير المصير سلاح يلوح به في حالة العدم. نعم. طيب على الاتجاه الآخر، أنت ذكرت مسألة علمانية الدولة، وحركة الحلو كانت تتمترس حول علمانية الدولة مقابل الانفصال والاحتفاظ بجيشها في اتفاق أديس بين حمدوك والحلو، لكنها الآن تراجعت طبعا عن ذلك في اتفاق البرهان والحلو بإقرار العلمانية والتخلي عن تقرير المصير من خلال هذه المحطات. كيف يمكن قراءة رؤية الحركة التفاوضية؟ أنا أعتقد أن يعني أنا لم استشف أن الحلو تنازل عن تقرير المصير بأي حال من الأحوال، والعكس يعني دمن في المادة 17 ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية. البند الأخير في هذه المبادئ يعني بند واضح يتحدث عن حق تقرير المصير، يعني ظل هذا الأمر موجود بشدة، وكذلك يعني يستشف من المشورة الشعبية واستفتاء الناس وغيرها، واعتماد الاستفتاء أساس لاختبار الرأي العام لشعوب السودان. نعم. ولذلك انا لا ارى ان يعني في هذه المسودة هنالك
يعني تنازل عن حق تقرير المصير. حق تقرير المصير موجود بكثافة وبقوة في معظم بنود الاتفاق وكذلك علمانية الدولة، وفيها يعني ما فيها من شروط تبدو حتى غريبة، مثل أن يكون يوم الأربعاء يعني عطلة نهاية الأسبوع وهكذا دواليك، أن تجرد القوانين في الدولة من الاستناد أو لا يستند القانون على الدين وهكذا دواليك. ولكن كل البنود الموجودة هنالك ثلاثة أشياء أساسية تؤكد أن عبد العزيز الحين لم يتنازل عن حق تقرير المصير، وهذا تجلى في البند 17 المبادئ الفقه الدستورية، وكذلك في البند الخاص بالمشورة الشعبية، والبند الخاص بالحق الاستفتاء أو اعتماد الاستفتاء كأساس لاستخلاص آراء الشعوب. نعم أستاذ معتصم، دعني أنتقل بذات المحور للأستاذ عبد الله. يعني كيف تقرأ هذه التباينات المختلفة ما بين موقف الحلو في تفاوضه مع حمدوك والحلو والبرهان والحلو الآن في هذا التوقيت؟ هناك طبعا المجهود الذي يعني تم ما بين الحمدوك ممثل لحكومة الحكومة الانتقالية في السودان، نعم، والحلو سواء كان في كاودا أو في أديس أبابا أو حتى بالاتصالات الأخرى والوسطى وغيرهم، هناك جهود أخرى كثيرة جدا ردمت كثير جدا من القضايا التي جعلت التوقيع ما بين الحلو وبرهان ممكن. في مجموعات سواء كان مجموعات قانونية في مجموعات سياسية ساهمت بين الطرفين لتوضيح كثير جدا من القضايا اللي ممكن تكون غامضة لحد أو هي تثير شكوك طرف من الأطراف. فمثلا العلمانية، أعتقد أنه في يعني ورشة قامت في جوبا شاركوا فيها المجموعتين وكانت نتائجها بالحقيقة جيدة جدا، وكان يعني كأنه بعد ما وصلوا للنتائج بعض المراقبين ظنوا أنه مشيت كباشي في ذلك الوقت، الفريق أول كباشي هو السبب في عدم التوقيع أو عدم الاتفاق النهائي، ولكن مؤكد يعني المفاهيم نفسها يعني تمت المساعدة حول الوصول إلى دوائر مشتركة مهدت للطريق للتوقيع الأخير ما بين الحلو والبرهان كرئيس لمجلس السيادة أو ممثل للحكومة الانتقالية، واللي هو ده امتداد للمجهود بتاع الرئيس حمدوك، والحلو كزول يعني ممثل للتطلع الشعبي واسع في للمشاركة في المرحلة الانتقالية باسم السلام. أستاذ عبد الله، يعني مسودة الاتفاق الإطاري التي قدمتها الحركة الشعبية لتحرير السودان، هل تحمل ذات ما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ؟ طبعا يعني هي نفسها بلس يعني الزيادة هو المجهود الفكري والقانوني والإعلامي والسياسي اللي ساهمت به أطراف أخرى، وليس ذلك فحسب، بل الضمانات التي توفرت للأطراف من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي في أن الضمانات اللي ممكن تحفظ السودان ككتلة ودستورية وكذلك يحفظ المصالح العامة لشعوب هذه المنطقة، زائد أنه المجتمع الدولي مستعد يتعاون معهم في هذا الإطار. ففي ضمانات وفي مفاهيم وفي يعني مجهود يعني تم، وده مؤكد يعني، وكله يعني إضافات غير نزاعية وغير حربية وغير عسكرية. نعم جميل. طيب أستاذ معتصم، المشورة الشعبية التي طالبت بها الحركة الشعبية لجبال النوبة والفونج لتحديد وضعهم السياسي والإداري المستقبلي داخل السودان الموحد، هل يمكن أن تقود لذات الجدل الذي أحدثه المصطلح في اتفاقية نيفاشا في العام 2005؟
نعم يعني خاصة إذا أخذنا في الحسبان أن المشورة الشعبية لم تنفذ بالشكل الذي نصت عليها في اتفاق السلام الشامل. نعم. ولكن المشورة الشعبية على فكرة لا يعني لا تنحصر فقط على الـ على الـ على المنطقتين. ولو تلاحظ أن هناك حديث بدلا عن المنطقتين هناك حديث عن الإقليمين. هناك فرق كبير جدا بين الإقليمين وبين المنطقتين. عندما نتحدث عن المنطقتين نعني جبال النوبة / غرب كردفان والنيل الأزرق. الآن جبال النوبة / غرب كردفان والفنج والمعني به النيل الأزرق ودارفور. يعني هذا أمر مهم جدا وورد في أي بند ورد فيه المنطقتين ورد دارفور كذلك وورد بصيغة الإقليمين. وهنا يعني يجب الإشارة لأن المشورة الشعبية يعني قد تفضي إلى أشياء يعني لا يتفق عليها الجميع. أنا أعتقد إنه إقحام دارفور في المشورة الشعبية وكذلك في تقرير المسير أمر يعني فيه شيء من الغرابة. آمل إنه يكون هذا يعني مبدأ فقط لرفع السقوف ولكن يعني مبدأ فيه شيء من الغرابة. لا ليس هناك شيء غريب في أن يتم التفاوض حول قضايا دارفور لأنه قضايا متشابهة وهنالك يعني حتى في اتفاق السلام جوبا لم تشتمل على كافة القضايا ولم يصل الناس إلى كل ما يتمنوه. ولكن في هذا الاتفاق عمل الأمل أمل الناس وعشمهم إنه كل النواقص تتم في خلال هذا الاتفاق باستثناء يعني ما يفضي إلى تقرير المصير وغيره من الأشياء. هذه القضايا يعني محل استفهام كبير بالنسبة لكل الشعب السوداني. نعم أستاذ عبد الله، يعني هوية الدولة تم حسمها في إعلان المبادئ الموقع بين البرهان والحلو في مارس الماضي، لكن من خلال مسودة الاتفاق الإطاري يبدو أنها ستفتح في التفاوض الذي يجري الآن. طبعا دي هي يعني مسألة الهوية دي بس بقى فيها علم كامل، يعني علماء يتحدثون عن مسألة الهوية. نعم. وأنها يعني دائما هي ليست ثابتة وقد لا تعني نفس الشيء غدا، يعني ما يعنيه اليوم قد لا يعنيه غدا. نعم. فلذلك مسألة الهوية نفسها أصبحت يعني غير ذات معنى لنقاشه، لأنه الواقع السكاني هو اللي بيفرض الهوية وليس يعني مسألة تحدد بإطار سياسي أو بإطار مفاهيمي بيفرض على مجموعة من الناس بأنهم كذا. فلذلك يعني مثلا السودان هويته في وقت من الأوقات كنا نقول أن السودان دولة عربية إسلامية. قد في ذلك الوقت قد يكون الشعور كان كده، لكن مع الزمن انضافت أشياء. جون غرينغ لما جاء قال أنه العروبة جزء من هويتنا، الإسلام جزء يعني هي ديانة سودانية، ولكن في النهاية الدين ما بلمنا كسودانيين أو اللغة أو الجنس ما بلمنا كسودانيين. نحن في النهاية حالة سودانية مستقلة، يعني نحن سودانيين دي هويتنا. فمسألة الهوية كل مرة يعني بيحصل فيها تغييرات ودي مسألة ما حقها تثير قلق أبدا. ولكن اللي أنا أثار انتباهي في كلامك قبل شوية بأنه ذكرت مسألة المشورة الشعبية. نعم. السابقة واللي ممكن تكون لاحقة، أعتقد أنه ما حيكون في أي شبه بين المشورتين إذا حصلت الجاية، لأنه البيئة والمناخ السياسي مختلفات تماما. اختلفت تماما، لأنه يعني في المشورة الماضية على الرغم من حسن نية بعض الأطراف لكن الدولة كانت ممسوكة بناس سيئوا النية تجاه المنطقتين نفسها وكانوا ساعين فأنهم يحولون تاني لحالة حرب ونجحوا بالفعل وحصل الحرب وحصل التدمير بشكل كبير جدا. لكن الآن الدولة والمجموعة اللي كانت محاربة والشعب السوداني ككل متجهين نحو يعني واقع مستقر وبالسلام وبالمبادئ الدستورية المتفق عليها. فلذلك يعني يستحيل أن تكون
المشورة الشعبية الآن تكون فيها نفس التهديدات السابقة. نعم. طيب. أبدا. أستاذ معتصم أعود إليك مجددا، الحركة الشعبية طالبت بفترة انتقالية ما قبل الانتقالية ذات مهام مدتها 6 أشهر، ما هي الفلسفة يعني وراء هذا المقترح؟ أنا أعتقد أنه الفترتين الانتقالتين مهمتين جدا في تقدير، وأنا أعتقد هذا من أهم الأشياء التي يعني حاول الحلو ومجموعته تلافيه من خلال اتفاق جوبا لسلام السودان. وجود فترتين انتقالتين، وجود فترة ما قبل الانتقالية انتريم بيريد، هذه الفترة خلالها يتم تشكيل آليات تنفيذ اتفاق السلام، كل الآليات التي يجب أن, 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 أن تساعد في تنفيذ اتفاق السلام. تعقب هذه الفترة الفترة الانتقالية الأساسية، لأننا لو تلاحظ حتى في اتفاق جبل السلام السودان أمضينا تقريبا سنة كاملة الآن. نعم. ولم يعني نشكل حتى هذه الآليات، وهذه الفترة تخصم على الفترة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية جبل السلام السودان. ولذلك أنا أعتقد يعني نقطة ذكية جدا أن تكون هنالك فترة ما قبل الانتقالية خلالها يتم تشكيل كل الآليات واللجان المختصة بتنفيذ اتفاق السلام، وبعد الانتهاء من تشكيل هذه الآليات يدخل الأطراف في الفترة الانتقالية المقررة، وعندئذ لا تكون هنالك أي خصومات أي انتقاصات من الفترة الانتقالية المحددة في الاتفاقية. نعم. طيب أعود إلى الأستاذ عبد الله آدم خاطر، يعني هل تسعى الحركة من خلال مطالبتها بفترة ما قبل الانتقالية إلى معالجة أو تجنب الإخفاقات والنواقص التي صاحبت تنفيذ اتفاق سلام جوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلحة الموقع في أكتوبر من العام 2020؟ هي ليست يعني قد لا توضع بذلك الشكل. نعم. لكن مؤكد عبد العزيز الحلو مليء بالشكوك تجاه الواقع المركزي عموما، سواء كان بيمثل الواقع الشمولي اللي حكمه في زمن البشير او الان ايضا، لانه في نقاشات كثيره جدا بانه الواقع الراهن ايضا يعني فيه ملامح من النظام البائد، يعني رموز من النظام البائد موجودة في هذا النظام الذي لم تكتمل الديمقراطية فيه من ناحية، ومن الناحية الثانية أنه التغيير في داخل الدولة نفسها سواء كان في الخدمة العامة مدنيا أو عسكريا لم يتم على النحو الذي يطمئن شخصي زي الحلو بأنه يعني يجي يعني بقلب قوي زي ما بقوله. فهو لسه ما زالت الشكوك، فأنا يعني مع التقدير، لكن بعتقد أنه الفترتين اللي هو طلبهم عشان يعالج بها الشكوك التاريخية اللي هو ومجموعات مشابهة له لسه ما اطمأنت. نعم. لأنه الواقع بيحتاج لمزيد من الضمانات، والضمانات دي لازم تكون داخلية وتكون سياسية ويكون مع شركاء الغد. نعم. أنت ذكرت في معرض حديثك بأن هناك رموز من النظام البائد لا زالت موجودة، ربما هذا ما يثير غلق الحلو، هذا التفصيل سنتحدث عنه، لكن بعد هذا الفاصل سنعود مجددا لنواصل النقاش حول مضمار السلام الذي بدأ الآن في جوبا والمفاوضات بين الحركة الشعبية ووفد الحكومة المفاوض. سنعود إليكم.
أهلا بكم مجددا مشاهدونا، لازلنا معكم في هذه الحلقة من دائرة الحدث والتي نتحدث فيها عن ماراثون جديد في مضمار السلام والمفاوضات التي تجري في جوبا. أعود إليك مجددا أستاذ عبد الله بذات السؤال الذي خرجنا به إلى الفاصل حول مطالبة الحركة الشعبية بفترة انتقالية جديدة، وأنت ذكرت بأن هنالك محاولة لتجنب الإخفاقات والنواقص التي حدثت، وذكرت في ثنايا حديثك أيضا بأنه ربما وجود بعض رموز النظام البائد الموجودين حتى الآن هو السبب في مطالبة الحركة بفترة انتقالية. من هم الذين تحاول الإشارة إليهم بحديثك؟ لأن يعني مجمل الكلام هو إشارة لمبدأ التشكيك أو الشكوك التاريخية اللي موجودة لدى المتصالحين مع المركز التاريخي، ودي تأخذها من يعني زمن المائدة المستديرة لزمن جوزيف لاغو. طبعا جوزيف لاغو لما انتهت مايو أعلن أنه هو كان مجرد سجين يعني في القصة الجمهورية. يعني كانت الشكوك بالفهم ده. أعتقد أنه التجربة بتاعت جونغرين ما كانت أقل، والدليل أنه الجنوب بقت دولة. ومن الخرطوم دي يعني كان النائب الأول لرئيس الجمهورية هو القائد الانفصال بتاع الجنوب، سواء كان جونغرين أو سلفكير وهكذا. فلذلك يعني لما يجي الدور على عبد العزيز يعني وبعد تجربة المسارات المختلفة للجبهة الثورية، والمسارات دي كانت تمثل دارفور، تمثل شرق السودان، تمثل شمال السودان، تمثل وسط السودان وهكذا. من بطبيعة الحال لازم هذه الشكوك التاريخية يعني تصل قمتها، فلازم دي النتيجة. أما بالنسبة للواقع الهسي اللي احنا عايشينه، وده دائما كان بيعبر عنه الرئيس حمدوق بشكل واضح بأنه العلاقة أو الاتفاق ما بين العسكريين والمدنيين أو المعادلة ما بين المدنيين والعسكريين، العسكريين اللي دلوقتي بيمثلوا المعادلة دي في ذهن حمدو مكانه هم اللي كانوا بيأدوا التحية لعمر البشير لما كان رئيس الجمهورية. أليس كذلك؟ طيب هم دي ما كانوا جزء من النظام البائد. صحيح طبعا تخلوا وأدوا القسم، قسم الولاء للثورة، ولكن يعني ليس جميعهم وضعوا أيديهم على المصحف، وبالتالي ينظرون إلى أنفسهم كما لو أنهم كذا أو كذا. فلذلك هذه المسائل تثير الشكوك بالفعل، ولذلك يعني المطلوب من الحكومة الانتقالية سواء كانت الجزء المدني أو الجزء العسكري أنهم يظهروا المزيد من الثقة في التعاون مع المكون الجديد للسلطة الانتقالية، واللي هي المفاوضات التي يعني جابت ناس من جوبا والآن يعني برضو بتجيب مجموعة جديدة من جوبا. فلذلك إبداء حسن النية وإظهار المصداقية وإبداء الرؤية الواضحة بأن هذا السودان أصبح يعني هو السودان الديمقراطي اللامركزي الفيدرالي فيه سيادة حكم القانون، فيه يعني حسن ذات التنوع، فيه المواطنة أساس يعني للحقوق والواجبات. دي هي اللي تبرز وتحوي وتحتمل وتشيل كل الناس مع بعض. سأعود إليك مجددا، أذهب إلى أستاذ معتصم. أستاذ معتصم، يعني بعد تمديد الفترة الانتقالية وبعد توقيع اتفاقية السلام جوبا، يبدو أن الفترة الانتقالية من خلال مسودة الاتفاق الإطار المقبلة على تمديد جديد، والبعض يتحدث عن عشرات السنوات. ما هو تقييمكم؟
أنا لا أعتقد أن يعني الفترة الانتقالية تكون عشرات السنوات بقدر ما أن يعني لو تعمقت في في فيما بين السطور في الاتفاق الإداري المقدم من الحركة الشعبية تجد أن يعني هنالك حديث عن فترة انتقالية وحديث عن انتخابات وكذلك حديث عن آليات تنفيذ الاتفاق تستمر في العمل لما بعد الفترة الانتقالية. أنا أعتقد أن الحركة الشعبية بقيادة القائد عبد العزيز الحلو سعت على أن تكون آليات خاصة بالتنفيذ والمراقبة والمتابعة غير مرتبطة بالفترة الانتقالية المعنية. ولو تلاحظ أن في الاتفاق الإداري لم تحدد أي فترة انتقالية محددة، تركت فارغة يعني حتى يعني الناس لا يسرحوا بخيالهم كثيرا. إذا لم تصل مدة العشر سنوات هذه ليست بالضرورة. وكذلك هنالك الحديث عن أن تجرى انتخابات. تجرى انتخابات خلال الفترة الانتقالية الثانية وبعد وتكون مفوضية. هذه المفوضية مهمتها مراقبة وتقييم تنفيذ الاتفاق، تقيم أداء الحكومة التي تنتخب ديمقراطيا بواسطة هذه المفوضية، وهذا التقييم يعني يترتب عليه تبعات كثيرة جدا من المتوقع ذلك. من ضمنها الإشارات التي تتحدث عن حق تقرير المصير والوحدة الجاذبة وغيرها من الأشياء الثانية. يعني عندما تقيم التجربة خاصة أن الحكومة منتخبة ديمقراطيا، يعني لاحظ أن الحكومة منتخبة ديمقراطيا لكن تقيمها مفوضية خاصة. هذه المفوضية من هم في هذه المفوضية؟ الطرفين، كذلك الدول التريكة والإيغاد واليونيتامس وغيرها. هذه الأطراف تقيم التجربة حق الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. وبعد إذن يترتب على هذا التقييم أمور كثيرة، منها يعني الإشارات التي أجرت. ولكن أنا لا أعتقد أن يعني سيكون هنالك نصا على أن الفترة الانتقالية تكون يعني أكثر من اللازم. كذلك هنالك يعني قراءات الشارع وطموح وأشواق السودانيين أيضا بالضرورة تكون حاضرة يعني. فلذلك أنا أتوقع إنه يعني تكون الفترة الانتقالية ما بين الثلاث سنوات إلى خمس سنوات في حدها الأقصى. وخلال هذه الفترة تتكون أشياء كثيرة. الآليات أنا يهمني كثير، ودي بخطني العودة للحديث عن الفترة ما قبل الانتقالية مهمة جدا جدا، لأن التجربة الحالية الآن مدت عليها 8 أشهر منذ أكتوبر 2020 وحتى الآن نحن في يونيو، لم تشكل أي آلية من آليات تنفيذ اتفاق السلام. أنت لا تستطيع إنزال الاتفاقية إلى أرض الواقع ما لم تكون لديك آليات ووسائل لتنفيذ الاتفاق في أرض الواقع. هذه التجربة كفيلة أن تجعل عبد العزيز الحلو والحركة الشعبية أن يشكون في احتمالات التنفيذ في المواقيت المنصوصة. نحن عندنا مصفوفة يعني بدأت في 3 أكتوبر 2020، تم تجديد المصفوفة إلى 15 أبريل 2021. وحتى الآن المصفوفة الجديدة لم تأخذ في الحسبان. ولذلك الفترة ما قبل الانتقالية أيضا فترة يعني فترة جسنبت للأطراف المختلفة، حتى وإذا لم تتشكل هذه الآليات يعني تكون هناك خيارات أخرى بديلة في الطاولة. لكن الحركة الشعبية تطالب بإنشاء آلية دولية للرصد والتنفيذ للاتفاق المتوقع. هل يعني هذا نقل المجتمع الدولي من خانة الرصد والمتابعة وجعله أكثر فعالية عبر إشراكه حتى في جانب التنفيذ؟ المجتمع الدولي بالضرورة تكون موجودة في التنفيذ، خاصة أن هذا اتفاق سلام. يعني الحرب تسبب مشاكل كبيرة جدا للمجتمع الدولي، لأن هنالك النزوح واللجوء وغيرها، وهنالك يعني مبالغ ضخمة جدا تضخ لمقابلة التداعيات التي تترتب على الحرب. ولكن هذه الآلية اللي سميت بالمفوضية موجودة في اتفاق جبل سلام السودان، نفس الآلية بمسمى مختلف. في اتفاق جبل سلام السودان هذه الآلية اسمها الآلية العليا لمراقبة وتقييم اتفاق سلام، وهذه الآلية عضويتها من الأطراف الموقعة لاتفاق سلام وكذلك دول المجتمع الدولي، لكن مسمى بالاسم. يعني الآن في المفوضية حصرت في ثلاثة مجموعات منظمات دولية كبيرة، منها الترويكا اللي هو بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية والإيغاد، وكذلك اليونيتامس البعثة الأممية المرسلة إلى السودان. في اتفاق جبل سلام السودان هذه الآلية تتكون من الطرفان
أو من الطرفين، وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي ودول الإيجاد ودول الجوار السوداني من مصر وإريتريا وإثيوبيا وغيرها من الدول. فهي نفس الآلية بنفس المهام، لكن المختلف في الأمر أن هذه الآلية الجديدة تقيم التجربة تقيم التجربة وتقيم تنفيذ اتفاق السلام. نعم. يعني ليست يعني معنية فقط بتقييم اتفاق تنفيذ اتفاق السلام بقدر ما هي تقيم أيضا الحكومة التي تنتخب خلال الفترة الانتقالية الثانية. نعم. وذلك الحركة الشعبية حاولت تنأى بنفسها من الفترة الانتقالية ولا تلزمها بأن آلياتها التي تشكل خلال الفترة ما قبل الانتقالية وبعدها في خلال الفترة الانتقالية تستمر وفق ما يتفق عليها. نعم نعم. طيب أعود إلى أستاذ عبد الله آدم خاطر، اختلاف الآلية في تنفيذ هذه الفترة الانتقالية وسير المفاوضات إلى أي مدى يمكن أن يؤثر يعني على سير الأجواء السياسية التي تشهد الآن هذا الماراثون الجديد في مضمار السلام؟ هي يمكن تكون آليات مكملة لبعضها البعض، ويمكن أن الاثنين يساهموا بشكل محدد. نعم. في تأكيد مؤشر تصعيد العملية السلمية نفسها بالنسبة للسودان. ولكن يعني هذه الآليات العامل الغالب فيها هو العامل الخارجي. أعتقد أن هذه البلاد يعني فيها من الآليات الداخلية ما يجب أن نلتفت إليها ونأكد وجودها خاصة في مثل هذه الحالات. نعم. مثلا يعني الثورة ديسمبر المجيدة يعني القوامة والوقف فيها والضحى من أجلها يعني شباب. صحيح. موجودين دلوقتي لجان المقاومة، منظمات المجتمع المدني، القوى المفكرة في السودان يعني خاصة في الجامعات في المعاهد العليا يعني في المراكز الفكرية، النساء، غير من المكونات السياسية للمجتمع السوداني عدا الأحزاب اللي هي موجودة دلوقتي في الحكومة أو سواء كان في المعارضة لا يهم، لكن يعني الآليات الداخلية في تقديري لحفظ السلام والإمكانية تطوير السلام ولتأكيد قيمة السلام هي لا تقل أهمية أبدا. نعم. عن الكلام الخارجي. وأنا أعتقد أنه زول زي القائد عبد العزيز الحلو أو عبد الواحد نور أو الناس اللي دلوقتي يعني ناس معتصم نفسهم يعني اللي ناس الجم من يعني في المسارات بتاعت السلام بتاعت جوبا يعني قبل عبد العزيز، لا بد أنهم هم يدركوا هذه المسألة. مسألة الإعلام يمكن هذه الندوة مبادرة من السودانية 24. نعم. لكن الناطق الرسمي أو الناطقين الرسميين باسم الحركات لا بد يكون عندهم يعني الدور الفعال في أنه يخلقوا واقع مطمئن للشعب السوداني ومكون مشارك مع القوى المدنية والقوى الفكرية اللي نعم. يمكن تجعل من السلام ديمومة واستدامة كاملة للمستقبل. أستاذ عبد الله، يعني هل ستوافق الحكومة الانتقالية على إنشاء آلية دولية عوضا عن الآلية الوطنية لتنفيذ اتفاقية السلام المرتقبة مع الحلو، أم أن الآلية الدولية ستكون من مهام بعثة يونيتامس التي تحدث عنها قبل قليل الأستاذ يعني ناصر؟ دي بحاجة واضحة بأنه يعني حكومتنا اليوم الحكومة الانتقالية هي التي سعت بالحسنة للمجتمع الدولي، وهي اللي رفعت بمساهمتها أن المجتمع الدولي رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. نعم. ويعني كل المجهود اللي تم في برلين وفي باريس وغيره دي بمجهود الحكومة الانتقالية. إذن أي مساهمة دولية لتأكيد السلام
أو لتدفيع العلاقة الاقتصادية مع السودان، مؤكد الحكومة الانتقالية بشقيها يكونوا موافقين عليها كامل الموافقة. نعم، سأعود إليك، لكن دعني أذهب إلى أستاذ معتصم. يعني مهام الفترة الانتقالية الواردة في المسودة التي قدمتها الحركة، هل تتعارض مع اتفاق جوبا للسلام الموقع بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح؟ أنا أعتقد السؤال ممكن يكون هل تتعارض مع الوثيقة الدستورية الانتقالية، لأنه اتفاق جوبا لسلام السودان الآن أصبح جزء من الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية. لو تلاحظ أن المسودة التي قدمت بواسطة الحركة الشعبية فيها تعديلات كثيرة جدا بالنسبة لهذا الأمر، ولذلك أنا أعتقد أنه هذه ستكون واحدة من نقاط الخلاف الأساسية بين الوفد الحكومي المفاوض في جوبا وبين الحركة الشعبية. يعني أنا أتوقع أنه الاختلافات تنحصر في ثلاثة قضايا أساسية: المادة 11 فتلة دين الدولة، ما كل المادة لكن بعض البنود التي وردت في المادة 11، والمادة 17 المبادئ أو القانون المبادئ فوق الدستورية، وهم سموها بالقانون الأعلى في الوثيقة المقدمة، وكذلك الفترة الانتقالية. هذه القضايا يعني لأن هناك حديث عن المفوضية لصناعة الدستور، هناك حديث عن المفوضية لصناعة الدستور وردت في الوثيقة الدستورية وكذلك في اتفاق جوبا لسلام السودان. مهام المفوضية لصناعة الدستور في الوثيقة الدستورية وفي اتفاق جوبا لسلام السودان تختلف تماما الاختلاف عن مهام المفوضية لصناعة الدستور الواردة في المسودة المقدمة. يعني هناك ضرورة لهارمونيزيشن بين الحاجتين، لكن انا اعتقد انه هذه تكون واحده من التحديات، والنصوص تشير بشكل او باخر الى الغاء الوثيقه الدستوريه او احلال وثيقه جديده محل الوثيقه الدستوريه ببنود اضافيه، كلها يعني تصب في مخاطبه الشكوك التي تحدث عنها الاستاذ ادم خاطر قبل قليل. كل هذه الاشياء يعني تصب في انه الحركه الشعبيه تريد الاطمئنان على أن ما تم الاتفاق عليها تسير وتنفذ وفق ما يتمنون وفق ما ينشدون وما كتب في الاتفاق. ولذلك أنا أعتقد أنه تكون هنالك يعني تم الحكومة ردت على الوثيقة المقدمة أمس، وغدا ستكون هنالك يعني استلام للرد الرسمي، ومن ثم الدخول في تفاوض حول هذه القضايا. ولكن انا اعتقد انه الفتره اللي احنا نعتقد انه اتفاق السلام الذي وقع في جوبا اتفاق مدمن في الوثيقه الدستوريه واصبح جزءا اساسيا، ولا ينبغي ان يكون هناك اي تعارض ما بين اتفاق جوبا لسلام السودان الاولى واتفاقية جوبا لسلام السودان الثانية. يجب أن تكون هنالك يعني شكل من أشكال التناسق والاتساق، خلينا نقول الاتساق، حتى لا يعني نخلق إشكالات جديدة في الدولة السودانية. نعم أستاذ معتصم، بخلاف الأشياء التي ذكرتها، ما هي ملاحظات الحركات الموقعة على اتفاق جوبا على المسودة، مسودة الاتفاق الإطاري الذي قدمته الحركة؟ ملاحظاتنا هي ذات الملاحظات التي أشرت إليها قبل قليل. من الملاحظات الأساسية بالنسبة لنا في حركات الكفاح المسلح، ودعنا نقول أطراف العملية السلمية التي وقعت الاتفاق جوبا لسلام السودان، المشورة الشعبية، نطاق المشورة الشعبية، نطاق الوحدة الجاذبة خيارا، ونطاق حق تقرير المسير المنشود. هذه القضايا الأساسية الثلاثة يعني لنا فيها علامات استفهام، حتى يعني دعنا نرى رد الحكومة غدا أو الرد الرسمي، عندئذ يعني نستطيع الحديث، ولكن هذه من الملاحظات الأساسية. كذلك الحديث عن الفترة الانتقالية، يعني مدى توائم الفترة الانتقالية المطروحة في المسودة المقدمة من الحركة الشعبية والفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان وهي التي نصت عليها في الوثيقة الدستورية، شكل القانون، لأن هناك حديث عن أن 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 كتابة في مفوضية صناعة الدستور من مهامها الأساسية يعني كتابة قانون إطار قانوني ودستوري يحكم الفترة الانتقالية. إلى أي مدى هذا الإطار القانوني والدستوري الذي يعني تشير إليه الاتفاقية يتواءم مع الوثيقة الدستورية ويتواءم مع اتفاق السلام الموقع في جوبا؟ هذه من القضايا الأساسية. كذلك الفترة الانتقالية والانتخابات، هناك حديث عن انتخابات
تجري في الفترة الانتقالية التالية. إلى أي مدى تتوائم ذلك مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاق جبل السلام والسلام؟ نحن يعني نصينا على أن الفترة الانتقالية 39 شهرا تبدأ بتاريخ توقيع اتفاق السلام في جبا في 2020. الآن هنالك حديث آخر، إلى أي درجة هنالك يعني عدم انسجام بين هذه الأشياء؟ هنالك جمل، ولذلك نحن دفعنا أرسلنا وفد من أطراف العملية السلمية إلى جبا لأخذ هذه الرؤى ووجهات النظر والتحفزات إلى طاولة المفاوضات حتى لا تكون هناك يعني تناقضات، لأنه نحن يهمنا جدا أن يكون السودان يعيش في أمان وفي سلام، ويهمنا جدا أن يلتحق الأستاذ عبد العزيز الحلو وكذلك الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور إلى العملية السلمية. يعني هذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لكل الشعب السوداني بمن في ذلك الأطراف الموقعة على اتفاق جبل السلام. نعم. نعم. ولذلك أوفدنا وفد سيكون جزء من الوفد الحكومي الموجود هناك، وهذه الملاحظات ستناقش. أنا لا أعتقد أن عبد العزيز الحلو يعني يستهدف أن يجد اتفاق السلام الذي يوقف جبل بأي حال من الأحوال، هذا أمر مستبعد كل الاستبعاد. أنا أعتقد هو يفكر في أنه يعضد ذلك الاتفاق بإدخال يعني استحقاقات إضافية، ويتجلى ذلك في يعني إدخال دارفور في كثير من القضايا التي تناقش في التعليم في الهوية في غيرها من الأشياء. يعني تجد اسم دارفور وارد بقوة، هذا يؤكد أن هنالك يعني نية صادقة من عبد العزيز الحلو يعني حلحلة كافة مشكلات السودان، خاصة المشاكل التي لم تستطع اتفاقية جبل السلام السودان مخاطبتها بالشكل الذي يرضيه. نعم. أعود إليك أستاذ عبد الله، خاطر يعني الحركة الشعبية تابعت تنفيذ اتفاق سلام جبا وتحديدا ملف الترتيبات الأمنية الذي لم يوضح حتى الآن موضع التنفيذ، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الأمر على مجريات التفاوض؟ طبعا ممكن يأثر، لكن يعني ما أساله الأستاذ معتصم أعتقد أنه بيحتاج لبعض التعليق. طيب. لأنه هو أسأل نقطتين، يعني مسألة الاتفاق السياسي والعملية الدستورية. المسألتين ديل مع أنهم ماخذين من بعض، لكن كل واحد فيهم مختلف عن الثاني. فمثلا العملية الاتفاق السياسي دائما بيتم بين أطراف، مثلا الحكومة الانتقالية عملت اتفاق سياسي ما بين الجبهة السورية وحلفائها في جوبا. دلوقتي هي تسعى لاتفاق مكمل مع حلفاء جدد. ربما تركيز الوثيقة اللي قدمتها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال فيها ذكر شديد أو كثير لدارفور، دي ما جات من فراغ، لعله ده اتفاق سياسي أيضا فيه ملامح بتاعة عبد الواحد ربما. على أساس أنه الاتفاق ده يكون يعني شامل وكامل وكذا. بعد الاتفاقات دي كلها الدستور وبناء الدستور وتأسيس الدستور وكتابة الدستور دي مسؤولية الشعب السوداني ككل، يعني سواء كانوا من قبل في حرب أو في نزاع أو كانوا في بيوتهم أو كانوا رعاة أو كانوا مزارعين أو كانوا ضحايا أو أيا كانوا، هم مسؤولين عن بناء الدستور. نعم. اللي ممكن يحفظ المستقبل. فلذلك أرجو أنه يكون دي مسألة واضحة جدا، أنه حتى الآن إحنا بنعمل في إطار اتفاقات سياسية على أمل أنه ده الخطوة الأولى والأساسية. نعم. يعني عمل الدستور وصلت. نعم. أما بالنسبة للترتيبات طبعا دي جزء من استكمال الاتفاق السياسي. ودي مرة تانية بتعودنا لموضوع الثقة بين الأطراف. يعني ربما هذا الموضوع نفرد له حلقات أخرى للحديث أكثر. مفاوضات جوبا يعني سنتابعها عن كثب أولا بأول، وسنناقش هذا الملف أكثر ونغوص في هذه التفاصيل التي ذكرتها، لكن انتهى وقت حلقتنا لليوم. سنحرص إن شاء الله. سعدنا جدا. نحن أكثر سعادة والله يا أستاذنا عبد الله آدم خاطر الكاتب
والمحلل الصحفي والسياسي، شكرا جزيلا لك. تسلم، سعدنا بوجودك بيننا. كما أشكر أيضا المتحدث باسم حركة العدل والمساواة الأستاذ معتصم محمد صالح، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا جزيلا لك وللذين تابعونا عبر الأثير. شكرا جزيلا لك. هكذا مشاهدون انتهت هذه الحلقة من دائرة الحدث والتي خصصناها للحديث حول مفاوضات جوبا وماراثون جديد في مضمار السلام. شكرا جزيلا لمتابعتكم وإلى اللقاء.